ليكو كيف عملوا لي بغجوني، حتى الحر عندهم بطريقه مختلفه. ليكو ليكو وفكرة نقدم لها بوكيه ورد مع الفلفل ما اجت من فراغ، فهند بتحب الحر كتير وبتضيفه على كل انواع الاكل. هاي تفتح لك الابليه. انا الاكل اذا ما كان في يعني حروره، احنا نقول حروره، تلقيني اكل شيء بسيط واقوم، بس اذا في فلفل وفي مثلا عندنا احنا بعد انواع، عندنا المعبوش، عندنا الاتشار، امي ما شاء الله تفنن لنا كل مره، فهاي الاشياء هي اللي تخليني اكل اكثر. وحين قاعده اشوف الاكل واتكلم وبعرفه اكل ولا اتكلم صراحه. لا اكيد حنتغدى، فما فيها تكون هند ببيروت وما نعزمها على مطعم لبناني، واكتشفنا انه في طبق بتحبه كتير. اول شيء الناس تستغرب، يعني احنا عندنا ما ياكلون اللحمانيه، اوكي، فتعلمت من احمد الاسير الميك اب ارتست، قال لي هالنود بليز خليني اعمل لك لقمه دوقيها وبكره تذكريني. قلت له طيب يلا بعملها. قام عمل لي، جاب لي محمصه والكبه وخلط لي وعمل لي هيك حركات اللي راح افرجيكم كيف، وعمل لي لقمه هيك كتير طيبه ودقتها، ومن نهارها انا معلقه فيها. وهالطبق مو هو الوحيد المفضل عندها بين الأطباق اللبنانية، وبحب شي كمان هيا والجاي بالطريق بعشقه، اللي هو شو، محاشي. المحاشي اللي هي مصران الخرفان، ينظفونهم طبعا ويعقمونه وينقعونه وما أدري شنو، ويحشونه بعدين باللحمة ورز وما أعرف شنو، يأكلونه مع اللبن على جنب، يطلع طيب 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 طيب. وبما أنه نفسها طيبة بالأكل فشكلها شاطرة بالطبخ. تحكي وبتعرفي كيف تنطبخ الأمور، طباخة أنت مهرة؟ أكيد أنا بحب المطبخ، كل واحد يحب بطنه يحب المطبخ، وأنا وايد أحب بطني، يعني واحد أحب الأكل. أطيب هيك يا ما أفضل طبق بتقدري تحضريه؟ والله عندي كذا شغلة، عندي مجبوس اللحم مرمى، مجبوس السمك، مجبوس الهامور، عندنا عندي في حتى الطاجين الأكلة المغربية بعد أسويها حلوة. والغريب إنه فودي بس دايما فت، فشو السر؟ جم كل يوم عدا الويكند ما أسوي، بس 5 أيام في الأسبوع يوميا مدة ساعة ونص، يعني أتبهدل في الجم، بس عقب ما أخلص وأشوف النتيجة أتشجع أكثر. عم نكبر يعني صرنا، وأكيد رياضة شيء مهم لنا يعني، وإحنا النسوان يعني تعرفين مش مثل الرجال، كل ما بيكبر بيصير أحلى أحلى. يا حرامي علينا يا علينا يا علينا. ترفي بعمري؟ أكيد أنا مواليد 79، ويعني I'm proud أنه ستيل I'm in good shape، وأنه ابني طولي وأنا ستيل، يعني لما بمشي معه ما حدا بيصدق بس يقول لي ماما. أي لا بيلفوا علينا بيسألوني ابنك، أقول لهم إيه ولدي، ما يصدقوني، يروحون يسألون ولدي يقولون ولد أمك، يقول إيه أمي.